الكعبي، النظام الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية اليوم حقيقة نظرتها للنظام الإيراني، هل هي تنظر النظام الإيراني أنه نظام عدو؟ يعني كلام بولتون اليوم ربما يشير إلى أن هناك رغبة أمريكية في تغيير النظام. هذا بولتون كان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ورجل جمهوري ومن الصقور وغير ذلك، هل يعبر فقط عن رأي بولتون أم يعبر عن رأي مؤسسات أمريكية؟ أنا أعتقد السيد بولتون، أنا أحترمه، يعني يعبر عن رأيه، والمؤسسات الأغلبية هي تابعة مع يعني الكونغرس وتابعة بيت الأبيض وتابعة الأجهزة الأخرى. لو رادوا يقيرون هذا النظام يعني ما صمت 45 سنة، وما تحدى العالم كله، يعني تجاوز على كل قوانين والأعراف، والدليل بأن عندما الإنسان يفكر إذا يسوي له يعني شغلة معينة يوم ثاني يسوون عليه حصار، وهم تجاوزوا الرأي العام العالمي من خلال يعني مشروعهم النووي وما زال مستمرين به. يعني حتى هذا الحصار اللي عليهم ما وقفوا من يعني نسبة معينة إلى وصلوا إلى نهاية الشيء اللي يجب أن يوصلون إليه. بمعنى السيد بولتون يتحدث عن وجهة نظره، ولا أعتقد بأن هنالك أكو رأي في أمريكا وفي الدول الأوروبية بشكل عام لديهم الرغبة لتغيير هذا النظام أبدا. في المقابل سيد الكعبي، الصفقة الأمريكية اليوم في أي إطار تراها، فكرة تبادل الأسرى بين الجانبين؟ كما ذكرت لحضرتك، إحنا لا أريد إنسان يكون أسير. ليش الإنسان يكون أسير؟ أن الإنسان حر لا بد، ولكن عندما الإنسان يتبادلون مع إنسان حر وإنسان بريء بجهة معينة مجرم، مثل ما تبادلوا أسد الله أسدي اللي حكم القانون البلجيكي لمدة 20 سنة رجل إرهابي وراد يفجر يعني جهة معينة، فيما بعد تبادل وياه على جهة معينة، بمعنى مع الأسف الشديد الأعراف والقوانين الدولية هي في مكان خجولة وفي مكان آخر لا أبالي، ومصالحهم أنا أشوفها بأن وليس حبا بهؤلاء الأبرياء. ولا هذا لماذا لا يحاكمون بأن هذا النظام، لماذا يعني يتم أسر هؤلاء رايحين يشوفون أهلهم؟ ليش ما حاكموا هذا النظام عندما سقطوا الطائرة الكندية وراح ضحيتها يعني بالعشرات وهم كلهم أبرياء؟ يعني هاي الجرائم التي يرتكبها هذا النظام المفروض يحاكم محكمة دولية، وما تريد وثيقة كل يوم، هي الوثائق موجودة. أنا في وقتها كان جوزيف بوريل قال إحنا ما عندنا يعني مادة قانونية يعني نخلي الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. فبكت كتبت لك سيد الفاضل، منذ سنة 1978 قبل أن يأخذون يعني يستلمون السلطة، أعدد لك ممكن نسوينا مثل ما نقول يعني مجلدات من الإرهاب اللي ارتكبوا طيلة هذه السنوات، ولكن هنالك أكو نوع من يعني المماطلة ونوع من المراوقة ونوع من قض النظر. أنا أشوفها هذا الرأي العام العالمي نقرأ على طول، أو نوع من التعاون سيد الكعبي، وهناك مصالح تحققها هذه الدول من خلال تعاطيها مع إيران في المنطقة بالتحديد. المصالح تحصيل حاصل، نعم أعطيني وأعطيك، ولكن إيران شو عطوهم إيران حتى يكون مصالح؟ بالعكس إيران ما عطتهم شيء، خاصة هذا النظام. ولكن أنا أرى أكو مشروع، وهذا المشروع بالنسبة في حسب رأيي المتواضع مشروع لتدمير المنطقة ولتجزئة المجزأ ولإعطاء صورة أو إعطاء يعني فد قوة لهذا النظام أن يسيطر على هذه المنطقة. والدليل بأن اليوم هم قاعد يرتكبون مجازر في كل يعني المناطق اللي موجودة. أي الإرهاب اللي قاعد يقومون به، دول ذات سيادة يطالبون يعني أن يحتلوها، واحتلوها، استهدفوا كثير من الشخصيات المهمة كانت سياسية إعلامية إلى آخره. نعم. بدأوا فيها طيلة هذه الفترة، وبالذات أهلنا في مجلس تعاون الخليج العربي يعرفون ذلك. وهكذا عندما يرسون شخص بصفته يعني مثقف أو الجانب الإنساني، وهو
عميل أو إرهابي في هذه الدولة يمثل الدولة مالته. كل السياسيين اللي موجودين حاليا هم تابعين الحرس الثوري، والحرس الثوري مؤسسة إرهابية دكتاتورية. شكرا. أنا أصدقها أكثر من فكرة يعني هتلر وما أدراك ما هتلر. شكرا هم جزيلا. هتلر زمانهم، هتلر القرن 21. أشكركم سيد محمود بشاري الكعبي الأمين العام الأسبق للجبهة العربية لتحرير الأحواز، كنت معي ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا.